أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون آخذين ما ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تعقلون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم توقنون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.